اعتمد وزراء التعليم العرب وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والتي عدها البرلمان العربي كوثيقة استرشادية تهدف إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله وتعزيز مكانة البحث العلمي ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكان سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم قد شارك في اجتماع وزراء التعليم العرب والذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد برئاسة وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث شهد الاجتماع استعراض أهم ملامح وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي. وقد ألقى الوزير كلمة أكد فيها أن التعليم سيبقى دائما هو العمود الأساسي للتنمية وبناء الأجيال، إضافة إلى دوره الفاعل في بناء الاتجاهات والقيم والتقريب بين الدول عبر ما يبثه من مختلف المراحل الدراسية من قيم وثوابت جامعة لأبناء الأمة العربية. أشار الوزير إلى أن مملكة البحرين كانت وما تزال وفية لتلك القيم الجامعة، حيث أولت البحرين قطاع التربية والتعليم اهتماما خاصا وأنفقت عليه بسخاء وجندت لذلك طاقات مؤهلة، مما حقق إنجازات تدعو للاعتزاز بضمان التعليم للجميع والمساواة الكاملة بين الذكور والإناث، مع الحرص الدائم على دمج مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتفكير العلمي ضمن المناهج التربوية. فيما يتعلق بوثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، فقد دعا الوزير إلى تشكيل فريق من الخبراء التربويين من الدول العربية لدراسة هذه الوثيقة وما تضمنته من رؤى ومبادئ مع مراعاة المستجدات التي تشهدها مسيرة التعليم حاليا، مشيرا إلى دور جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتي كافأت المبادرات المتميزة في هذا المجال والمقدمة من مختلف الدول والمؤسسات. تم مناقشة هذه الوثيقة وتبادل الآراء بخصوصها، كونها تركز على جانب مهم وهو التعليم في العالم العربي وضرورة تطويره. بينت مملكة البحرين ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة كسبا للوقت وللجهد، وضرورة أن يكون التعليم لديه القدرة على التعامل مع كافة المستجدات.